الله يقول ربنا جل وعلا في كتابه العظيم مخاطبا أهل الإيمان: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. عتاب من الله يستبطئ فيه قلوب المؤمنين، يستبطئ قلوبهم وهم أحب الخلق إليه. وكم وجد السلف لهذه الآية من أثر عظيم على قلوبهم ونفوسهم. لما تليت هذه الآية رؤي الصحابة رضي الله عنهم في الطرقات يبكون، يقول بعضهم لبعض: أي شيء أحدثنا؟ أي شيء صنعنا؟ وما كان بين إسلامهم ونزول هذه الآية إلا نحو من 4 سنين، عاتبهم الله. وكانوا لما هاجروا إلى المدينة أهل قلة وجد، فمسوا رغيد العيش في المدينة ففتروا عن بعض ما كانوا يأتون به من العبادات، فعاتبهم الله. ناداهم الله إليه، هو رب رحيم، يقول: أما حان وقرب أن تلين قلوبكم لذكري وما أنزلته من مواعظ الحق في كتابي قبل أن تتمادى بكم الغفلة وتسري إلى قلوبكم القسوة. تساق هذه الآية تذكيرا لكل عبد لم يعد يجد في حياته حلاوة القرآن ولا لذة المناجاة ولا الأنس بذكر الله، ويقضي أيامه متحسرا على زمان كان فيه يتلذذ بالصيام والقيام، ويقبل فيه على الله بقلب لين طيب ثم قسى قلبه. يقال له: أما حان وآن لك أن تعود إلى الله؟ إن الله يدعوك إليه، ربنا رب رحيم. لما تلا عبد الله بن عباس قول الله: يريد الله أن يخفف عنكم، بكى وقال: والله لهذه الآية خير لأمة محمد مما طلعت عليه الشمس وغربت. يريد الله أن يخفف عنكم